إذا مشاهدينا ومتتبعينا على صفحة رسمية شوف تي في لايف، نجدد الترحاب بكم هنا بمدينة فاس في بث آخر. غادي نقرأ لكم الحصيلة الوبائية بمدينة فاس اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020. سجلت مدينة فاس خلال 24 ساعة الماضية 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 35 حالة شفاء وحالتي وفاة. الله يجعل ربي يجعل مثواهم الجنة وفسيكون فسيح جنته إن شاء الله بإذن الله. وأفادت المديرية الجهوية للصحة أن الحصيلة التراكمية للإصابة بالفيروس التاجي بفاس وصلت إلى 7557 حالة بعد تسجيل 43 إصابة جديدة بالعدوى خلال الفترة المذكورة. أما فيما يتعلق بحالة التعافي من وباء كوفيد 19 فقد انتقلت إلى 7114 حالة عقب تماثل 35 شخصا للشفاء التام خلال 24 ساعة الماضية، بينما لا يزال يوجد رهن العلاج من الفيروس 234 مصاب. هذه الحصيلة الوبائية هنا بمدينة فاس، نعاود نذكرها لكم ونعاود نقراها لإخواننا اللي عاد التحقوا بنا على قناة شوف تي في لايف. مرحبا بكم مشاهدينا. غادي نقول لكم بأن مدينة فاس سجلت خلال 24 ساعة الماضية 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، 35 حالة شفاء وللأسف حالتي وفاة. والله يجعل الله يرحمهم، الله يجعل مثواهم الجنة ويجعلهم ربي مفاتيح جناته يا ربي، ربي يرحم جميع الموتى المسلمين. وأفادت المديرية الجهوية للصحة أن الحصيلة التراكمية للإصابة بالفيروس التاجي بفاس وصلت إلى 7557 حالة بعد تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الفترة المذكورة. أما فيما يتعلق بحالة التعافي من وباء كوفيد 19 فقد انتقلت إلى 7114 حالة بعد تماثل 35 شخصا للشفاء التام عقب 24 ساعة الماضية، بينما لا يزال يوجد رهن العلاج من الفيروس 234 شخصا مصابا. الله يشفيهم، الله يجعل ربي يهز علينا هذا الوباء. اذا مشاهدينا ومتتبعينا على الصفحه الرسميه شوف تي في لايف، كما كتشوفوا هذه الحاله الوبائيه اللي كانت هنا اليوم الاحد بمدينه فاس. الحاله الوبائيه الحمد لله مستقره بمدينه فاس، حاله الشفاء هي الحمد لله متوازيه مع الحالات ديال الاصابات. نتمنى ان شاء الله باذن الله المدن اللي فيها اصابات كثيره ربي يوقف معاهم ويديروا الكمامات ديالهم، يديروا التدابير الاحترازيه، يديروا داك الشيء اللي كتوصي به وزاره الصحه ووزاره الداخليه باش ان شاء الله تا هما يحققوا نتيجه وتولي الحاله الوبائيه ديالهم تا هي قليله ولماذا تولي زيرو حاله في المغرب كامل ان شاء الله باذن الله السميع العليم. اخواني مشاهدينا انا نقول لكم الله يجازيكم بخير، نصيحه من عند اخوكم عزيز عليكم، راه عارفكم متتبعينا وكتابعوني، انصحكم نصيحه لله، الله يجازيكم بخير ديروا الكمامه ملي تكونوا خارجين، ديروا مسافه التباعد، ما تسلموش. راه بليس كنشوف الظاهره ديال السلام، واحد اخر كيسلم على الاخر، هاد اللي هي اللي ما كنبغيهاش انا. ما تسلم على حد، تقول له اخويا راه كاين الفيروس، واش نتايا في خبارك بان الفيروس تسالى؟ راه ما تسالاش، راه الفيروس مازال معانا ومازال كيتواجد معانا. ما تسلموا على احد، ديروا مسافه التباعد، ديروا عقموا يديكم، خليكم في ديك النظام اللي كنا فيه الاول، خليكم في ديك النظام اللي كنا فيه الاول، سيروا في الوتيره ديالكم اللي كنا فيها في الاول، وان شاء الله باذن الله السميع العليم ربي غادي يهز علينا هذا الوباء كاملين، وان شاء الله ما بقى قد ما فات. الدقيقه 90 راه قربنا نوصلوا لها، ان شاء الله اللقاح راه قرب يخرج، اللقاح راه ان شاء الله غادي المواطنين اللي مسوفين 18 عام غادي يبداو يتلحقوا. بالنسبه للقاح غادي كما الذكر غنذكرها دائما للتذكير، هو ان اللقاح غادي يبدا من عند السلطات الامنيه والدرك الملكي والجيش وجميع الموظفين بالقطاع العمومي، ومن بعد يدار على المسنين واللي مرضين امراض مزمنه، ومن بعد على الاشخاص اللي كتراوح الاعمار ديالهم من فوق 18 عام. اذا مشاهدينا ومتتبعينا الله يجازيكم بخير، نصيحه اللي نصحها هي ديروا الكمامات ديالكم، ديروا مسافه التباعد، حاولوا تجنبوا اي حاجه اللي تكون تشكل لكم خطر من هذا الفيروس هذا، نقيوا راسكم، ديروا جميع الوقايه لان الوقايه خير من العلاج، والله يجازيكم بخير. غادي نخليكم في هذه الساعه هذه
قريت عليكم الحاله الوبائيه. الا بغيتي نذكرها الاخوان اللي مازال ما اللي عاد التحقوا بينا، نذكر لهم الحاله الوبائيه هنا بمدينه فاس، بان مدينه فاس سجلت خلال 24 ساعه الماضيه 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة شفاء لله الحمد، وللأسف حالتي وفاة. وأفادت المديرية الجهوية للصحة أن الحصيلة التراكمية للإصابة بالفيروس التاجي بفاس وصلت إلى 7557 حالة بعد تسجيل 43 إصابة جديدة بالعدوى خلال الفترة المذكورة. أما فيما يتعلق بحالة التعافي من وباء كوفيد 19 فقد انتقلت إلى 7114، الحمد لله تشافوا 7114 عقب تماثل 35 شخصا كان مصاب، والحمد لله لله الحمد تشافى الشفاء التام خلال هذه 24 ساعة. بينما لا يزال يوجد رهن العلاج، واللي مازال مصابين بفيروس كورونا هما 234 مصاب هنا بمدينة فاس. غادي نخليكم على خير وبخير ونقول لكم أمسية سعيدة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.